السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون مغاير للفيديوهات اللي سبق وحطيت لكم الفيديوهات. يعني هذا الفيديو ما فيه لا لابوات ماكوي لا انتيغون لو دانيير جور دان كونداني وما كيخص بالضبط الاولى باك، يعني الناس ديال الاولى باك. هذا كيخص الناس كاملين واي شخص باغي يتعلم لغه معينه، اللي هي سواء كانت الانجليزيه الفرنسيه، الفرنسيه اللي عندنا هاد العام في الريجيونال، الانجليزيه اللي كاين العام الجاي في يعني في البكالوريا، شي لغه اخرى اسبانيا، لغه اخرى بالنسبه للناس او الطلاب اللي كيسافروا ورا البكالوريا. دونك كيفاش نقدروا نتعلموا واحد اللغه فريمون؟ العنوان اللي لقيت غادي يناسب هاد لا فيديو هادي كان هو كيف اتعلم اللغه التي احب في وقت وجيز، اللي غادي يكون شهر شهرين سي لو ماكسيموم، اللي هو دو موا انك تتعلم واحد اللغه انت باغيها وفي وقت لي جيدي. دونك كملوا الفيديو للاخير حيت فريمون غادي نعطي دي كونساي لي جو بونس ما كانوش وقلال اللي عارفينهم. وجوال انه اللغه اللي بغيتو اللي كتبغيوها داكوغ، اللغه اللي بغيتو تهضروا بها في المستقبل ان شاء الله غادي تهضروا بها وما غاديش تحلو فيها ان شاء الله. دونك غادي نخليكم مع لي كونساي اللي وجدت لكم. دونك انا كتبتها كبيره وجيسبر انها تبان لكم، الاراده والعزيمه وحبك للغه. دونك هذه اول نقطه واول كونسي غادي نعطيها لكم باش تعلموا اي لغه، الله يجعلها تكون الشينيه الصينيه الكوريه الفرنسيه الانجليزيه، اي لغه باغي تتعلمها الفو داكوغ الفو تبغيها. حيت يكذب عليك الكذاب انه يقول لك غادي تعلم مثلا، نعطيو ليكزامبل باللغه الانجليزيه، انك تتعلم اللغه الانجليزيه وانت ما باغيش تعلمها. شي واحد شي صاحبك يقول لك نو راه العالم كامل ولا كيمشي باللغه الانجليزيه، دونك اللوفو تعلمها هذا وهذا وهذا. دونك نتا عندك انت ما كتبغيش ديك لونغلي ما كتحملهاش، راه الله يجعلو يجيبوا لك استاذ امريكي وعربي، يعني كيعرف اللي هم بزوج وحداك ومعاك في الدار وساكن حداك، امبوسيبل تعلمها. علاش؟ لانك انت ما باغيهاش. دونك اول حاجه انك تبغي ديك اللغه، باغي الفرونسي دونك وبغي ديك اللغه تبغيها تعطيك داكوغ، ابغيها غادي تبغي تبحث فيها اكثر. واول حاجه بالاضافه لحبك لديك اللغه هي الاراده والعزيمه، لانه الى يعني خدمنا ما يسمى بالتسويف، اللي هو وخليتها لغدا خليتها لبعده، نو ما غاديش عمرك ما غتعلم شي حاجه وما غتقوم حتى شي عمل. كنهضرش غير على اللغه، كنهضر على اي حاجه تقول نو خليتها لغدا لبعده. الوقت كيطير داكوغ، لان الحياه هي عباره عن وقت خاصو يتستغل. دونك خاص تكون عندك ديك الاراده وديك العزيمه وداك الاصرار وديك يعني العزيمه وطادو الشوز باش تنوض وتقول فوالا بركه ومن هذا. والحجر الصحي راه كيساوي تعلم اللغه اللي انت باغيها. انت في الجهاوي دابا تابع الجهاوي دوك وتعلم الفرنسيه بهاد لي كونساي اللي غادي نعطيو اللي هما مهمين وفعالين الا تبعتوهم. تابعك الباك ولونجلي تعلمنيها في هذا الحجر الصحي، ما عندك ما يدار تعلم اللغه. واخا ما تابعكش تعلم اللغات هي شي حاجه اللي مزيانه. الناس راه ما يعني ما نقولش ما قارنش، يعني عندهم نيفو باك عندهم التاسعة عندهم سانكيام تعلموا لونجلي وهم خدامين احسن من واحد عنده الباك وما عرف شنو ما عارف حتى شي لغه. دونك اللغه كتبغي الاراده داكوغ، كتبغي العزيمه وسورتو الحب ديالك لديك اللغه. انا كنبغي الفرنسي كون اكيد غادي تعلميها. دونك هذه هي اول نقطه لله ديالكم، الا بغيتو تعلموا شي لغه دوك عطيوها قوتكم، لانه مستحيل داكوغ تربحوا وتنجحوا بشي حاجه الا ما تعذبتوش عليها. راه الا ما قريتيش وما تعذبتيش وما سهرتيش راه امبوسيبل تاخذ واحد المستقبل مزدهر. لا ميم شوز بوغ اللغه، راه الا ما تعذبتيش على واحد الشهر واحد الشهرين وبحثتي وقلبتي راه ما غاديش تعلميها. دوك راه في داك العذاب راه من بعد كيخلي لنا الراحه. دوك بلا ما نطول عليكم ندوزو لتاني حاجه واللي هي مهمه. فوالا خدينا الاراده والعزيمه وبغينا مثلا هذيك اللغه اللي غنتعلموا ليها، من بعد
غادي نخدمو شهر جوغ داكوغ، المدة ديال شهر حتى لشهرين داكوغ، حتى الشهر ونص. مهم شوف انت ولا كيفاش كتستوعب كثر ديك الفكرة ولا داكشي اللي غادي تاخد. الو غادي ناخذو شاك جوغ، يعني مكيناش ما نديروش العطله ولا حتى شي حاجه نو، حيت انا ما غاديش نعطيك النهار كامل وانت غتخصو ديك اللغه نو. غتاخذ دوزه ساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم تكفي داكوغ. غتاخذ شاك جوغ وما تقولش حتى الاثنين عاد غادي نبدا، حتى بدايه الاسبوع عاد غادي نبدا نو، بدا دابا داكوغ. شفتي هذا الفيديو نو بدا داكوغ. دونك تاخذ ساعتين في اليوم، ساعتين. ما غاديش نقول لك في الصباح ولا في العشيه ولا في الليل، علاش؟ لان كاين شي ناس اللي كيسهروا بالليل، كاين شي ناس اللي كينعسوا، كاين شي ناس اللي كيفيقوا في الصباح بكري، الوغ كاين شي ناس اللي كيبقاو ناعسين فوالا حتى للظهر وسيبا. كاين شي ناس ما نقولش في العشيه، علاش؟ لان كاين شي ناس كيديروا القيلوله وكينعسوا في دوك. غادي يعطيك ساعتين في الوقت اللي انت غتكون مرتاح، كتفيق بكري دونك خلي هذوك الساعتين يكونوا بكري، كتسهر بالليل خلي دوك الساعتين يكونوا بالليل، كنت ما كتنعش في العشيه خلي دوك الساعتين يكون. دونك غادي تخلي دوك الساعتين يكونوا في الوقت المناسب لك انت داكوغ، باش تكون مرتاح، يكون عندك يعني اسيد انرجي، يعني تكون عندك واحد الطاقه متحمس انك تقرا. دونك غادي تخلي دوك 2 في اليوم، عفوا ماشي في الاسبوع، دونك في اليوم الوقت اللي انت بغيتي يعني. وما كاينش مشكل، يعني ما كاينش مشكل الا فرقتي ساعه ساعه. وديجا كنت عطيتكم في واحد الفيديو اللي كنت قلت لكم كيفاش تقدروا تواجهوا توازنوا ما بين الجهوي والوطني والحجر الصحي اكسترا. دونك ديجا كنت قلت لكم ساعه ناخذ منها 45 دقيقه فقط، علاش؟ لان ديك 15 دقيقه اللي غادي تبقى لينا غادي نخليوها نرتاحوا فيها، ناخذوا فيها بزاف ديال الاكسجين، نشربوا فيها، نتمشاو داكوغ. يعني هاد ساعتين راه تقريبا نصف ساعه ما غاديش نخدموها، يعني غادي نخدموا ساعه ونص داكوغ تاع الخدمه. الوغ كو ديك نص ساعة غنخدو ربع ساعة من الساعة الأولى وربع ساعة من الساعة الثانية، نشربو فيها، نتمشاو فيها، نستنشقو أسيد أوكسجين حيت راه مزيان بزاف. دونك ناخدو ساعتين في اليوم، كانت عندنا إرادة وعزيمة، بغينا اللغة، خدينا ساعتين في اليوم لديك اللغة، يا بخي أشنو غادي يكون من بعد؟ إذا ثالث نصيحة هي تخصيص دفتر وقلم مع مكان مريح ذو رائحة طيبة. ألو غادي تقولوا لي أشنو الفائدة ديال أنا ندير دفتر ولا قلم؟ الدفتر هو ضروري ولا بد باش تعلم أي حاجة داكوغ، ضروري من ستيلو وقلم أو بليتو دفتر، ضروري لابد، سوا الطياب سوا القراية سوا أي حاجة خاصها تنوطا فشي دفتر، علاش؟ باش كتبقى عاقل عليها ومرسخة عليها في دماغك. مي علاش أنا كتبتها مني هي لابد؟ يعني تبتات طبيا وعلميا أنه إلا كنا في واحد المكان اللي هو مريح داكوغ، مكان اللي حنا كنبغيوه وكنرتاحو فيه نفسيا، في واحد الريحه طيبه، سينو ما فيهش واحد الريحه مثلا لي شامبر ولا الصالون، ناخذو دي بارفان اللي مفضلين عندنا نديرو في ديك لا شامبر اللي انا غادي نبرك فيها. ما غاديش نقول لكم يعني فوالا خذوا يعني بركو في الصالون في لا شامبر ديالكم ولا الاكستيريور دو ميزون، مي غادي نقول لكم المكان اللي نتوما كترتاحوا فيه داكوغ، المكان المريح بالنسبه لكم، جيتي ديرو فيه دي بارفان وغتاخذوا داك ستيلو داك القلم، كيفاش فوالا داك الدفتر وداك القلم كيفاش دايرين؟ غتاخذوا شي دفترات اللي هما يكونوا ملونين مزوقين. علاش؟ لانه فريمون كيعطيوكم واحد القوه باش انك تنوض وتخدم، ويعني وجورج انا هاد التبتات هادي راه متبوته هي والمكان المريح ولي بارفا هادي متبوته علميا، انه يعني كيحفزك داكوغ، كيعطيك واحد الموتيفاسيون انك باش تنوض تخدم اكسترا. دونك وي عندنا جيدي اراده وساعتين وعطينا دفتر زوين وقلم زوين وواحد البلاصه اللي انا كرتاح فيها ودرت فيها البارفان المفضل عندي، اي ابري هو اللي غادي نشوفو دابا. دونك رابع كونساي غادي نعطيكم هي انه مره في اليوم، مره في اليوم يعني بمرة في اليوم، وانما من دوك الساعتين انا مخصصه في الاسبوع،
غادي ناخد اليوم مثلا بديت لنفرض اليوم الاثنين، انا بديت مثلا من الجوج حتى الربع، هذيك لقيتها انا كنكون فوالا باغي نقرا فيها. دونك من جوج حتى الربع شنو غادي ندير؟ مره في اليوم تحدث عن الموضوع الذي يثير اهتمامك باللغه التي تريد ان تتعلمها. غادي تقول لي اش كتخربقي، انا باقي ما كنعرف على هاد اللغه حتى شي حاجه، ما والو ما كنعرف، يعني يلاه كنعرف لي زالفابي باغ اكزومبل، ولا يلاه كنعرف دي فيغ، باقي ما متمكنش منها كيفاش انا غادي نتكلم على موضوع. الوغ انا ما غاديش نقول لك هذاك الموضوع كتبو من راسك، نو جامي. اشنو غادي دير؟ وهذه طريقه لي فريمون ما 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 بلا ما ما فيهاش شك صندوق داكور. مثلا انا باغي نتكلم على الفيولونس اللي هو العنف، باغي نتكلم على الطلاق باغ اكزومبل، باغي نتكلم على ظاهره العنف اللي هو الفيولونس بيان سور، باغي نتكلم مثلا على القراءه، ظاهره القراءه اللي ولات في فوالا في دي بي ولات منخفضه، الوغ في دوطخ ولات مرتفعه ظاهره ديال القراءه اكسيتيرا. انا واحد الموضوع يثير اهتمامي باغي نهضر عليه، داكوغ غادي تهضر لي. انا باغي نتعلم مثلا اللغه الفرنسيه، باغي نتعلم اللغه الفرنسيه، باغي نتكلم في هذا اليوم اللي هو لاندي من جوج الربعة، باغي نتكلم على لا فيونس باغ اكزومبل تو سامبلومون. شنو غادي دير؟ غادخل سيغ جوجل داكوغ، غادير لو تيم ديال لا فيولونس، يعني دي تيم ولا يعني مواضيع حول العنف او لا باللغه اللي انت كتبغي، داكوغ باللونجلي بالاسبانيه بالفرنسيه، اللغه اللي انت باغي تتعلمها داكوغ. غادي يخرجوا لك سي دي تيم، يعني بزاف ديال لي تيم، غاتكليكي نتايا على التيم اللي غادي يعجبك فوالا، تيم قول واحد جوج ثلاثه واختار ولا تو سامبلومون. دونك هذه طريقه فريمون مزيان. خرج لي الموضوع اللي انا بغيت باقي يعني باللغه اللي مثلا الفرنسيه، وانا الفرنسيه ما عارفش فيها بزاف ديال الحوايج. من بعد كيفاش ما غاديش كيفاش غادي ندير؟ غادي تبغى تسيليكسيوني هذاك التكست كامل وبيان داك الموضوع كامل اللي خرج لك، وغادير له كوبي، غتمشي لجوجل تراديكسيون لي فريمون. هاد لابليكاسيون راها يعني فعاله بزاف، غتمشي لجوجل تراديكسيون وغادير فوالا كوبي، وغادي يخرج لك داك التكست مترجم للغه اللي انت كتهضر بها. باغ اكزومبل انا كنهضر باللغه العربيه وباغي نتعلم الفرنسيه، كنسيليكسيوني داك التكست بالفرونسي، كندير له كوبي وكنمشي لجوجل تراديكسيون وكندير له الترجمه باللغه العربيه باش نفهمه. كنقرا داك التكست فوالا باللغه العربيه اللي هي لغتي، ولا انت بالجابونيه غتقراها بالجابونيه، ولا شوف اللغه ديالك فوالا. دونك غادي نقراها باللغه ديالي، غادي نكتبها في داك الدفاتير وداك الشيء، وداك التكست ماشي غادي نكتبه بالعربيه، نو غادي نكتبه بالفرنسيه اللي اولا باللغه اللي باغي نتعلمها. غنكتبها في الدفتر ديالي داك التكست كامل، غادي ناخد واحد الفلوريسون ولا فوالا ماركر، غادي ناخد وغادي نسوليني ولا ندور وسيبا على لي مو لي استعصاو عليا الامر لي مفهمتهمش، على لي زيكسبرسيون، يعني تقدر تكون فراز كامله سينو تقدر يكون التكست كامل مفهمتيش. دونك كامل يعني اي حاجه ما فهمتيهاش دور عليها، دير عليها فوالا سطر وسبا هبط لتحت ديال، يعني قلب الورقه اللي سالك الدفتر ولا شو الا سالت لك الورقه اكسيتيرا، ودير المصطلحات اللي انت ما فهمتيهمش غترجمهم باللغه ديالك. مثلا لقيتي ايكيب باغ اكزومبل، لقيتي في ديك التكست اللي كتقرا انت لقيتي ايكيب، ما عرفتش شنو هي ايكيب، غترجع داك النص اللي ترجمتيه باللغه العربيه شنو هي ايكيب، هي فرقه، دوكا تهبط لتحت ودير ايكيب هي فرقه. سي بون انت راه ما غاديش تحفظ دوك المصطلحات كاملين، علاش؟ اشنو غدير هذاك التاكس؟ وجبور فيغ على هذه الطريقه اللي مجربه، هذاك التاكس اللي ديال الفرنسيه ولا ديال اللغه اللي انت باغي تعلمها غادي تحفظو في ديك دوزاغ، داكوغ غادي تحفظو، وراح سير تخي سامبل. علاش قلت لكم الاراده والعزيمه وحبك اللغه خاص ضروري يكون، لانه هو اللي غادي يعني يساعدك اكثر باش انك تنوض وتقول فوالا خاصني نحفظو. وجبور فيغ انا غادي تكون سهله تحفظ داك التكست، داكوغ فاش غادي تحفظو راه غادي يجيك ساهله انك تعرف الترجمه ديالو، فوالا ايكيب هي فرقه، فوالا هادي وهادي وهادي.
غدير فيها هاد الشيء. جونجور انكم غادي تعرفوا دي زيكسبرسيون، غتعرفوا دي مو دي تيرم اللي هما ما كنتوش عارفينهم، غتعرفوهم انطلاقا من داك الموضوع. ما فيها والو، جيتي غتاخذ الموضوع اللي كيعجبك باللغه اللي انت باغي تتعلمها، غتدخل جوجل وديرو لا دخل جوجل تراديكسيون وترجموا اللغه اللي انت كتكلم بها، غتحفظوا باللغه اللي باغي تتعلمها وفوالا. دونك جونجور ان هذه طريقه اللي فريمون غادي تعاونكم باش باردون دونك فريمون غادي تعاونكم باش تفهموا اولا تحاولوا فوالا تكومونيكاو بديك اللغه اللي نتوما بغيتو. مشيو طريقه والكونسي الخامسه اللي غادي نعطيكم. دونك لاندي باغ اكزومبل ساله ومن جوج ربعه ساله ياك، دونك شنو غادي نديرو لو ماردي ثلاث؟ الا كنت انا ساليت داك الموضوع فلاندي وفي ديك دو زو قدرت نحفظو وقدرت هذا، دونك تبارك الله. سينا في مغدي نكمل داكشي اللي بديتو فلاندي وفي داك الموضوع. الا كنت فلاندي ديجا ساليت جيدي الموضوع وحفظتو اكسيتيرا، دونك ما فيها باس، غادي نخصص واحد ربع ساعه من مغدي يعني النهار الجاي مع ديك جوج ربع مثلا انا مرات كنحفظ، دونك نخص من جوج حتى لجوج ونص ولا جوج ربع باش نراجع داكشي اللي حفظتو اياه داكور اللي حفظتو لعندي. وشنو غادي ندير في الثلاث اللي هو مغدي؟ اليوم التالي شاهد الفيلم الذي تفضل باللغه التي تريد ان تتعلم، وهذه الطريقه اللي لا يمكن يعني تخلي عنها. انا باغي نتعلم جيدي الانجليزيه، غادي نتفرج في ام بي سي 2، غادي نتفرج في اي قناه كتهضر باللغه الانجليزيه، سورتو القنوات. وعلاش اكدت على ام بي سي 2؟ سورتو القنوات اللي فيهم الترجمه لتحت داكور، لان كتعاون. واللي غادي نعطيكم يعني كمعلومه، لانه بزاف اللي كيقول لك راني كنتفرج داكور كنتفرج في دي انا كنهضر مثلا بغيت نتعلم اللغه الانجليزيه، انا بغيت نتعلم اي لغه تفرج في الفيلم اللي كيهضر بديك اللغه الكوريه الصينيه وصفا. مثلا كيقول لك بزاف ديال الناس راني كنتصنت مثلا كنتفرج واحد الفيلم كيعجبني باللغه مثلا الفرنسيه، ولاني راه ما كنشدش فوالا بزاف، كنشد سالو سافا يعني شي حاجه كوم سا. اللي غادي نقول لك ما تبقاش حل فمك كيف ما كنقولوا في بالعربي وبالدارجه ديالنا في ديك ليستوار في ديك القصه، نو عيش فوالا مع ديك القصه، مي ما تعطيهاش التركيز ديالك كامل، لا ركز كثر على اللغه على لو بوت ديالك من داك التفراج، لان تفرج راه حياتك كامله تقدر تبقى تفرج اكسيتيرا. مي كثر ما انك انت باغي تفرج وتبرك ترتاح، نو في ديك دو زو باغي تعلم شي حاجه من اللغه اللي انت اللي كيهضروا بها داك الفيلم. الو خذوا دي فيلم اللي فيهم ساعه ساعه ونص كوم ان ماكسيموم، علاش؟ باش تبقى لكم ديك الساعه الاخرى وديك نصف الساعه الاخرى تاخذوا فيها القلم والدفتر ديالكم غتكتبوا فيه كاع لي مو داكور كاع لي مو اللي تعلمتو من داك الفيلم اللي نطقوا بها. والحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، وانتم كتفرجوا كذلك حداكم ورقه وستيلو، علاش؟ فاش يقولوا شي كلمه غتبقى عقل عليها بالسمع داكور، كتبها بديك اللغه ديالك انت، واخا ما تعرفش تكتبها كيف ما مكتوب بالانجليزي ولا الفرنسي ولا هذا، كتبها باللغه ديالك. فاش تمشي جوجل تراديكسيون راه غادي يعني، ولا سول واحد كبير ولا جوجل تراديكسيون ما كاينش عندك شي واحد قاري ديك اللغه فوالا باش كتعرف اشنو كيعنيو بها. وبقى دير اجندا بحال هكا، من فيلم تقدر تخرج واحد الفوكابولار، يا سلام اذا كان داك الفيلم كيتمحور على الشرطه وعلى لي بوليس اكسيتيرا، راه غتاخذ واحد الفوكابولار اللي خاص البوليس. اذا كان كيهضر على السيونس فيكسيون يعني الخيال العلمي، راه غادي تاخذ الارض وشنو سميتها والكواكب اكسيتيرا، دونك فريمون كتخرج بواحد الفوكابولار كبير بزاف. وسمحوا لي كي بالي طولت عليكم الفيديو. الو غادي نمشيو لاخر اخر يعني نصيحه اللي غادي تكون في ميركودي اللي هو اليوم التالي. اشنو غيكون فيه؟ دونك في ميركودي شنو غدير؟ محاوله حفظ اغاني دي شونسون، معليش ما كنقول محاوله حفظ الاغنيه التي تفضل باللغه التي تريد ان تتعلم. دونك هادشي راه باين. باغي نتعلم الانجليزيه غندخل سوغ يوتيوب دي غنكتب دي شونسون
pour apprendre la langue English, يعني أغاني لتعلم اللغة الإنجليزية، أغاني لتعلم اللغة الفرنسية، الكورية، الإسبانية، يعني أي لغة. هذه اش غادي ديروا؟ ماشي اي شونسون غتبان لكم على يوتيوب فوالا غادي تحفظوها، صافي غتاخذوها تكابطيوها، نو غادي تاخذوا دي شونسون لي افيك لي بارول داكور، غادي تشوفوا الاغنيه كيفاش مكتوبه فوالا. دونك مثلا انا باغي نعرف الاغنيه مثلا مثلا ديال بالفرنسيه، غادي نعطيكم وحده انديلا. دونك باغ اكزومبل هذيك باغي نخدم، مهم كان ديجا دارت واحد واحد شونسون ديال جو بونس ما فيلوسوفي. دونك انا غادي ندخل وغندير دي شونسون وخرجت لي ما فيلوسوفي، ما غاديش ناخذ الفيديو كليب ديالها، نو حتى انا ماشي الغرض ديالي انني نتفرج في الفيديو كليب اكسيتيرا، الغرض ديالي انني نتعلم ديك اللغه الفرنسيه باغ اكزومبل. دونك شنو غادي ندير؟ غناخذ لي بارول، غادي ندير ديك ما فيلوسوفي اللي هي الاغنيه ديال انديلا مي افيك لي بارول. دونك شنو غادي نشد؟ غادي ناخذ الدفتر والقلم ديالي، غادي نكتب ديك الفوالا، نكتبها كامله ديك الشونسون، وغادي نقص السطر. انا كنكتب في يعني كنكتب السطر الاول، وابخي ما غاديش نبقى نكتب السطر تحت السطر، غادي نكتب السطر. علاش؟ لان غندير السطر الاول باللغه الفرنسيه، باغ اكزومبل باغي نتعلم اللغه الفرنسيه، ندير السطر الاول باللغه الفرنسيه وتحتو باللغه العربيه ترجمه باش انا نفهمها. كومسا نحفظ الاغنيه، غادي نكون عارف الترجمه ديالها، اي فوالا. كومسا غادي ناخذ واحد ان غون فوكابولار. ما كملاش 3 ايام داكوغ، 3 ايام نهار الاول حفظنا واحد التام، يعني الى تقدري تصرف معاك في البرودكسيون اكريت الا كنتي في الجهوي اكسيتيرا، ها انت حفظتي التام. اليوم التالي شاهدت واحد الفيلم وخدت اسي دي فوكابولار، اليوم الثالث انا حفظت واحد شونسون. جيتي 3 ايام شوف شحال ديال الفوكابولار غيكون عندك، فما بالك بشهر اللي فيه 4 ديال السيمانات، وما بالك بشهرين وشهر ونص، وماشي في مارك خرجي غنحبس ونقول غناخد بيتيت فاكونس حتى لاندي، نو غادي نكمل. الوغ في جودي غادي نبدا بالتام، فوندرودي غناخد فيلم، سامدي شونسون، الوغ ديمونش غادي نبداو تاني بالتام، وانسي دو سويت. غنبقاو بحال هكا حتى فغيمون نتعلمو ديك اللغة اللي حنا باغينها. ما كاينش واحد الجهد بزاف، راه جي دي ساعتين يعني وما تنساوش انكم وانتم كتفرجوا في داك الفيلم جيدي راه كتستمتعوا به، وسي كتعلموا فاش كتحفظ واحد الشونسون راه كتستمتع بها وكتعلمها، فاش كتحفظ واحد فاش كتاخذ واحد الموضوع راه شي ديال الموضوع اللي كيثير الاهتمام ديالك وكيعجبك وفريمون كي يعني كيثير الفضول ديالك. دونك ما باش نطول عليكم هذا الفيديو، وصلنا 23 دقيقه، مي راه فريمون الا تبعتوا هاد لي كونساي راه جبور جوغ انكم ما غتلقاو مشكل حتى شي لغه، ما غاتجيكم صعوبه حتى شي لغه، وسورتو حنا لي زغاب انه راه اصعب لغه هي اللغه العربيه ديالنا، يعني الا بغينا نتعلمو شي لغه اخرى راه ماشي صعيبه. دونك ما تنساوش الاشتراك في القناه وفريمون بارطاجيو هذا الفيديو باش دعموني، وصي باش المعلومه تنتشر، لان كنعرفو شحال من واحد كيقول لك فوالا ان الحاجز ديالي في الباك ولا في الجهاوي ولا السفر هو اللغه، دونك الوغ كو اللغه راه ماشي شي حاجه صعيبه. دونك فوالا كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك، ما تنساوش اللايك، ما تنساوش لي كومونتير، وبون شونس.